أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد جزء من حقه؟ لأنه كما تعلمون بعض الدول لا تطبق الأحكام الشرعية، فما حكم التقدم بشكوى لأخذ حقه أو جزء منه؟ ابتداءً لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله سنة رسوله، عند الاختيار لا يجوز أبداً، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عند الاختيار والإمكان. أما إذا اضطر الإنسان في بلد كافر ويضيع حقه لا مانع أن يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم، أما أن يطالب بحق غيره لأن القانون يحكم له ظلماً وينتهز الفرصة هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبي يضيع حقه في بلاد كافرة ولو تركه لضاع، يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. نعم.